فاكر 3 2 1 اند اكشن. ده برنامج لغة اللي بيشتغل عليه تيم كامل من المبرمجين. نعيد تاني صح؟ يلا داير. التحسين الداخلي للسام اكشن. سبيد ثواني اند اكشن. وفي النهاية مش معنى كلام. ثواني. اتعلم بقى عشان الفلوس بالتوازينة. نفس زاما وانا لسه هبتسم. هو ده بقى سحر السينما. قولي بس اكشن عشان متحمسني. اكشن. يا عم خلصوا. السوشيال ميديا يعني التواصل الاجتماعي. ايه؟ التقارير بقى بتاعت جوجل انا اتأخرت. ارحمني. المشكلة ان انت بادئ هادي قوي. سيت جودن هو واحد من اهم علماء البيزنس والتسويق. لا 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 اهدى شوية. ها. يلا. اهدى. انت عشان حركاتك بتعملي زن يعني انا عامل ايه دلوقتي؟ مصطلح السي ار ام هو اختصار المصطلح مستوحى. كلمة تطلق لغة فصحى. قولها أي حاجة. مش فاكر اللي بعد كده. أول مراحل متتالية علشان بت ماشي. لا هو الكلام كله معقد أصلا. أقول بقى من أول البراجراف. لا عيد من أول خالص؟ أيوه. لو عدل عليها كتير والله. النيتف أحسن وظيفة في جمع المعلومات. جمع المعلومات. ما تقلقش مش أنا هكتب. خليك كده برنس ده بص كده اهو كده صوره دي وده مطور تقريبا هو في قطر بره ولا لا ده عربيه خدني معاك يا بس انت واحد بيتشط صوت كلب كمان لا دي حاجه تقريبا صوت تكييف في صوت ايه وكل مع الوقت ما بيزيد في الحلقه مش هتخلص بايظه كات 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 يلا هو ما يعرف بالفاليو انت عارف الخازوق ده بتعمل استراتيجية باختصار مين ده؟ رسيها عشان تبقى سهل عليك اتمنى ان يكون فل اختم يعني خدنا اتوقعنا في فخ اهلا بيكم في الملعب الباسط شكرا اللي بعده